بسم الله الرحمن الرحيم. بالمحاضرة الماضية حكينا أننا من نبلش أنه الكيو نشتغل عليها أنها circular كيو، على شكل circular كيو. يعني مثلا حكينا في عندنا size، في عندنا front الاف والsize، وممكن يكون عندنا rear. بس احنا بالكلاس شفنا أنه ما عندي r. ليش؟ لأنه r هسه رح أشوف أنك بتقدر تحسبه. الار بقدر احسبه من الفرونت والسايز. يعني اذا عرفت الفرونت وعرفت كم قيمه موجوده، بعرف الرير وين موجود الرير، بقدر احسب الرير. لهيك ما احتفظ الكلاس، شفنا انه الكلاس ما احتفظ غير سايز وفرونت والديتا، اسم الليست وعد السايز اللي هي الكاباسيتي، او كم السايز، كم عنصر موجود داخل، كم عنصر فعلي موجود داخل الديتا. والفرونت اللي هو حكينا اندكس بدني على بداية الكيو، لأنه مش شرط البداية تكون at index 0، لأنه احنا بعد عمليات، مجموعة من عمليات الانكيو والديكيو، بعمل إضافة صح، بعدين بصير أعمل حذف، أعمل إضافة وأعمل حذف، أعمل إضافة وأعمل حذف. الفرونت مش شرط يظل at index 0، ممكن يكون بأي مكان داخل الكيو. عملنا اللين والإز إمتي والكونستراكتر والفيرست، وصلنا عند ال DQ. بس قبل ما نحكي خلينا نرجع نشوف ال operations ال NQ وال DQ. هنا محطوطات ك algorithms. لاحظ ك algorithm، ك algorithm حكيلي هاي بشكل عام، هون حكيلي بشكل عام إنه إذا بدي أحرك الفرونت، حكينا إذا بدي أحذف قيمة بال DQ، عملية ال DQ، القيمة الـ at index front بعملها تساوي none، بحكي data sub front self dot underscore data sub front يساوي none، وعملناها كأنه. بعدين بحكي الـ front يساوي الـ front زائد واحد مد الـ n، أو مد اللي هي self len of self dot underscore data، اللي هي عدد المواقع المحجوزة، مش عدد القيم، مش السايز، لا عدد المواقع المحجوزة الكباسيتي. طيب هنا حاكي لي إنه ممكن أحتفظ بفرونت ورير. بفرونت ورير use an array of size n in a circular fashion. هاي بشكل عام كتابنا استخدم نفس الفكرة بس احتفظ بفرونت لحالة. طب ليش ما احتفظ بآر؟ حكيت لك لأنه أنت بتقدر تحسب، إذا عرفت الفرونت والسايز بتقدر تحسب الآر. إذا عرفت الآر والفرونت كمان بقدر أحسب السايز. يعني أنا ممكن أحتفظ بفرونت ورير وما أحتفظش بالسايز، احتفظ بالفرونت والرير ومنها بحسب السايز. بقدر احتفظ بس بالفرونت والسايز ومنها احسب الرير. بيحكي لنا two variables keep track of the front and rear. الفرونت اللي هو بداية أول عنصر مخزن داخل الكيو، والرير بدلني على الindex immediately past the rear element. شو يعني immediately past؟ يعني الموقع الفاضي مباشرة بعد آخر عنصر. يعني قيمة R هاي مش آخر عنصر، مش الاندكس لآخر عنصر، لا، لأول موقع بعد آخر عنصر، لأول موقع بعد آخر عنصر. وبحكي لنا wrapped around configuration. كيف wrapped around؟ إني ممكن ألف، يعني هون وصلت لفرونت، كملت، وصلت لنهاية الليست، وصلت للنهاية هون، ما راح أوسعها وفي مواقع بالبداية فاضية. شو راح أعمل؟ راح ألف وصير أخزن هون بداية الكيو. بس انا عارف انه هاي الفرونت والمواقع حيها، هاي القيم من عند الفرونت، اول قيمه ات اندكس 11 اللي وراها ات اندكس 12 للاخر، بعدين طبعا مثلا الاخر مثلا 11 12 13 14 15، القيمه اللي وراء ات اندكس 15 موجوده ات اندكس 0، وراها ات اندكس 1، بعدين 2، بعدين يعني اخر قيمه موجوده ات اندكس 3 بهذا الشكل، هاي اخر قيمه. أول موقع فاضي بعد at index 3 هيو ال R 4، هذا الرير، هذا أول، يعني لو بدي أضيف قيمة بضيفه at index 4، ضفت قيمة بعدين الرير رح يصير 5، لو بدي أرد أضيف قيمة بضيفه at index 5. طب كيف؟ قولي لي كيف هدول آخر شيء؟ ما أنا عندي أنا ال F بدني وين البداية، بضلني ماشي وبرجع أرجوع، بمشي لا تخلص الهاي وبرجع أرجوع، تعرف وين؟ لعدد القيم. يعني we use the modulus، حكينا المودولس. المودولس اوبريتر شو اهميتها؟ لانها سيركولر. شفنا لما حركت الفرونت كتبت فرونت زائد واحد الكل مد السايز، مد مش السايز، مد ان. الان شو كان يمثل؟ عدد المواقع.
إحنا بالكودنا عدد المواقع اللين أوف ديتا، اللين أوف سيلف أندرسكور ديتا. طول الليست بيمثل الكاباسيتي، نسميها الكاباسيتي، السعة. طيب شوفوا، لو عندي الفرونت والرير والكاباسيتي وما عنديش السايز، كيف بقدر أحسب السايز؟ أنا بالكود عندي السايز، أنا بالكود اللي عندي بالكلاس السايز موجود كديتا ممبر، مش بديش أحسبه، السايز موجود، بس أنا بدي أحسب الرير لأنه الرير مش موجود كودي، صح ولا لا؟ لأنه موجود عندي الفرونت والسايز. بحكي لنا لو السايز مش موجود، أعطيتك الكاباسيتي يعني قديش العدد المواقع المحجوزة، وأعطيتك الفرونت، وأعطيتك الرير، أعطيتك وين الفرونت، وأعطيتك وين الرير، وأعطيتك عدد المواقع الكلي، بتقدر تعرف السايز؟ تقدر تحسب السايز؟ آه. شو السايز يساوي؟ عدد المواقع الكلي اللي هو N ناقص F زائد R الكل مود N، نحفظها N ناقص F. الN شو هي؟ طول الليست، طول الليست. يعني إحنا عندنا بكودنا رح نستخدم اللين أوف سيل دوت أندرسكور ديتا، هاي N. طيب طول الليست هون مثلا كم عنصر فيها؟ 17 على سبيل المثال، 17. الF 4، 17 ناقص 4. الR 14، 17 ناقص 4، 17 ناقص 4 13 زائد 14 27، 27 مد 17، 27 مد 17 الآن قديش بطلع؟ 12. إذن هاي فيها 12 عنصر، هاي فيها 12 عنصر. حسبنا صح الآن 17 ناقص 4 13 زائد 14 27، 27 مد الآن 27 مد 17 10 مش 12، 27 مد 17 فيها بـ10، هذول 10 مواقع شايفينهن. لو شفنا قديش السايز، كم قيمة موجودة فعليا؟ 10، اللي هي عدد المواقع الكلي السعة ناقص F زائد R الكل مد عدد المواقع الكلي اللي هو N. بحكي لنا بهاي الالجوريثم، بحكي لنا إذا كانت الفرونت equal R بيكون is empty، بس هذا مش الشغل اللي احنا اشتغلناه. كيف بتكون empty؟ احنا فحصنا كيف بتكون empty؟ إذا كان السايز equal 0، لأن أنا عندي سايز. إذا السايز equal 0 لهيك احنا خلينا نروح على الكود اللي عندنا مش على خوارزمية. عملنا الـ first وعملنا وصلنا عند الـ dq. الـ dq كتبنا كوده، الـ dq بفحص هل هي empty، إذا empty raise empty error، q is empty. إذا لا بأخذ القيمة قلنا الموجودة بال self.underscore_front at index self.underscore_front، بخزنها بالانسر، مش بحكي self.underscore_front، بحكي answer يساوي self.underscore_data sub self.underscore_front. يعني القيمة الموجودة بداخل الداتا at index front خذها خزنها بالانسر. ليش؟ لأن أنا بدي أرجحها، مش بس بدي أحذفها، ما بدي أعملها نان بعدين أقول له رجحها، لا أنا بدي أحتفظ فيها عشان يقدر يرجحها، بدي أخزنها بانسر بعدين بقول له return، بعدين شو بحكي له؟ return answer آخر إشي. طب القيمة اللي كانت at the front شو بدي أعمل فيها؟ بدي أعمل فيها none self.underscore_data sub self.underscore_front يساوي none. بعدين عدلنا الفرونت قلنا مشينا واحد للأمام، self.underscore_front يساوي self.underscore_front زائد واحد الكل mod len of self.underscore_data. قلنا شو فائدة المود؟ وفائدة الموديولس أوبريتر لأنها سيركولر. ليش بعمل الموديولس؟ لأنها سيركولر. بعدين بعمل self dot underscore size ناقص equal واحد وreturn answer. ليش نقصت السايز بمقدار واحد؟ أنا حذفت قيمة، إذا عدد القيم نقصت بمقدار واحد، والقيمة اللي حذفتها اللي خز قبل ما أحذف فخزنت تب answer عملت لها إرجاع. شوفوا بحكي لنا مثلا لو كانت عندنا الكيوب هذا الشكل، الفرونت 4، يعني وين أول قيمة؟ هيها at index 4، at index 4. هاي الكباسيتي كم؟ لو سألتك كم الكباسيتي؟ 5. كم N؟ 5. عدد المواقع 5. الفرونت 4 والسايز 2 قال لي، وين بدهم يكونن القيمتين؟ at index 4
وآت إندكس 0. شوفوا القيمتين وين هن؟ آت إندكس 4 وآت إندكس 0. الفرونت وين؟ اللي هو الأربع. آت إندكس 4 هذا الفرونت. القيمتين ترتيبهن شوفوا 13 8. وين موجودات؟ آت إندكس 4 و0. وهي مواقع فاضية، يعني هسه لو بدي أضيف بضيف هون آت إندكس 1. هسه حكيت له احذف، مين راح يحذف؟ الثمانية ولا الثلاثة؟ راح يحذف اللي آت ذا فرونت اللي بأول الطابور، واخذ القيمة هاي اللي 13 بيحتفظ فيها بالانسر عشان يرجع لي اياها. ال 13 اللي هي ات اندكس الفرونت بخزنها بالانسر، بتصير قيمه الانسر 13. بعدين شو بيعمل؟ هاي القيمه ات اندكس 4 بيعملها نن، بفضيها بيعملها نن، بيمشي الفرونت. شو كيف راح يمشي الفرونت؟ فرونت زائد 1 مد الخمسة، 4 زائد 1 5 مد الخمسة 0. وين راح يكون الفرونت؟ هي ات اندكس 0. وين راح يصير الفرونت بعد ما حذف الـ at index 4؟ راح يصير الفرونت at index 0، إنه أول قيمة بالطابور موجودة at index 0. طبعاً هون ما فيش غيريها، هيها موجودة at index 0. الفرونت صار 0 وبنقص السايز 1. السايز كان 2 صار السايز 1 لأنه صار عندي عنصر 1، وبرجع القيمة 8. وشو صار بالكيو؟ ديتا القيمة 13 راح يعمل لها إرجاع القيمة اللي حذفها، وصار بالكيو بس القيمة 8، قيمة واحدة. طب نشوف الـ NQ. الـ NQ شو راح يعمل؟ حكينا بده يضيف قيمة على آخر الطابور. لو كانت الطابور هيك فيه، هاي الطابور front equal 4 السايز 2 وفيها الـ Q فيها 13 و 8، وين راح يكون؟ لاحظ الحجم الكلي الكباسيتي هون 5، راح يكون at index 4 و at index 0 13 و 8. يجي قلت له NQ. NQ. NQ of 9. NQ. أقول له NQ 9. لازم أحدد له القيمة اللي بدي أدخلها على الطابور. بدي أدخل، بدي أعطيه القيمة اللي بدي أدخلها على نهاية الطابور. وين راح تدخل؟ جهة الفرونت ولا جهة الرير؟ جهة الفرونت. طب أنا جهة الرير. طب أنا هو حاط لي رير؟ لا، أنا راح أحسب الرير. بس قبل ما يحسب بدي أتأكد هل هي فول؟ لاحظ إذا جاي يحذف بدي يتأكد هل هي فاضية. إذا فاضية ريز امتي ايرور. قبل ما يحذف بدي كيو بدي يتأكد هل هي امتي. إذا امتي ريز امتي ايرور. إذا مش فاضية بيحذف القيمة اللي at the front. الدي كيو قبل ما يضيف بدي يضيف حص هل هي فول. إذا كانت فول بدي يعمل ريسايز. وهسه رح نشوف كيف الريسايز، كيف مبدأه بالان كيو. بالكيو if self.underscore_size equal len of self.underscore_data، إذا عدد القيم يساوي طول الليست بتكون فل. يعني لو هون قلت لك السايز 5 وطول هالليست 5، إذا رح تكون كلها معبية، رح تكون فل. كيف بدي أضيف قيمة جديدة؟ عشان أضيف قيمة جديدة لازم أعمل شو أعمل؟ لازم أعمل resize self.underscore_resize. رح أعمل ميثود اسمه resize، رح أعرف بالكلاس كيو ميثود resize واعطيه 2 ضرب اللين اوف سيلف دوت اندرسكور ديتا. ليش 2 ضرب سيلف؟ احنا شفنا الريسايز اذا بدي تاثير يكون قليل ما لهوش تاثير على العمليات على الاوبريشن بعمله دبلينج. لما شفنا حللنا الدبلينج استراتيجي والانكريمنتال استراتيجي والتحليل مهم كان صح؟ ممكن اطلب منك تحلل في الدبلينج وفي الانكريمنتال. الانكريمنتال شفنا تاثيره قوي راح يكون ان على سي تايم كومبلكسيتي. اما بالدبلينج شفنا اخر شيء او 1 ما كان لها تاثير الريسايزنج لانه عدد الريسايزنج بصير قليل. طيب شوفوا شو عمل بعد ما اذا كانت فول عمل لها ريسايز، اذا مش فول بدي يضيف القيمه، بدي يحسب الافيل. الافيل هاي هي نفس الار. شوفوا كيف حسبها، انا عندي فرونت سايز ما عندي الرير اللي هو نفسه الافيل. الافيل هو اول موقع بعد اخر قيمه. شو هو الافيل؟ بدي يعرف أول موقع فاضي بعد آخر قيمة، لأن أنا ما بدي أضيف مكان آخر قيمة، بدي أضيف بعدها. أول موقع فاضي بعد آخر قيمة. شوف أنا عندي فرونت سايز كيف حسبها؟ قبل شوي قال لي لو عندي الفرونت والرير وبدي أحسب السايز شو قال لي؟ الدي اللي هو لين أوف سيلف، الأن اللي هي لين أوف سيلف دوت أندرسكور ديتا. الكباسيتي عدد المواقع المحجوزة أن اللي هي لين أوف سيلف، قال لي إن ناقص الفرونت زائد الرير مد الان.
مش هيك؟ قال لي لو بدي احسب السايز. هسا انا لا، انا السايز عندي جاهز بديش احسبه، والفرونت عندي جاهز بدي احسب الار. هون الافيل اللي هي نفسها ار، اول موقع فاضي بعد اخر قيمه. كيف حسبها؟ الفرونت زائد السايز الكل مد اللين اوف سيلف دوت اندرسكور داتا، عدد بدايه اول قيمه وين موجوده زائد عدد القيم السايز اللي هي عدد القيم اللي بالكيو، لين اللي هو عدد المواقع المحجوزه. اتفقنا؟ طيب بعد ما يعرف الافيل بخزن القيمه فيها. هاي self.underscore data sub avail تساوي e، self.underscore data sub avail يساوي e. بعد ما دخل القيمة e بالمنطقة الافيل at index avail، شو عمل؟ زاد السايز بمقدار واحد. لما عملنا dq حذف نقصنا السايز واحد، لما عملنا nq زدنا السايز بمقدار واحد، لأنه السايز دائما لازم يعكس، ولازم يعكس عدد القيم الموجودة بالكيو. على الطابور هذا جيت اعمل ان كيو 9 تحسب الافيل. خلينا نحسب الافيل، 4 زائد 2 مد ال 5، قديش اللين؟ 5، 4 زائد 2 6، 6 مد ال 5 1. وكل افيل وين راح تكون؟ 1. راح اضيف ال 9 ات اندكس 1 وازيد السايز 1 بصير 3. هل الفرونت بتغير؟ لاحظ بالدي كيو الفرونت تغير، بالان كيو لا، الفرونت ضل مكانه، لان انا ما بلشت بالبدايه، انا بلشت بالنهايه. الفرونت ضل مكانه، هي الفرونت يساوي 4، السايز صار 3 زاد 1، وصارت القيم 13 8 9. القيمه اللي ضفتها صارت باخر الطابور، هي 13 8 9، بس باي اندكسز موجوده؟ 13 بالاندكس 4، وراها راح يكون ات اندكس 0 بعدين ات اندكس 1. طيب هاي مجموعه Sample Circular Queue Operations in Python. بلش بكيو فاضي، فاضي عمل NQ7. NQ7 بما أنها فاضية رح يكون الفرونت بعده زيرو، رح أضيف القيمة at avail. طب avail أنا بدي أضيف at front، ال NQ لا بدي أحسب avail. طب الavail شو يساوي؟ أنا بدي أحسب avail. الأفيل شو يساوي؟ لو قلت لك كم الأفيل عشان أضيفه، شو الأفيل راح يكون؟ شو يساوي؟ الفرونت زائد السايز مد الكاباسيتي، 1 زائد 0 بالبداية فاضية، السايز راح يكون 0 بعده، صح؟ راح يكون بالبداية 0، 0 زائد 0 0، مد الأربعة راح يكون الأفيل 0. هاي ضاف السبعة at index 0 بعدين زاد السايز بمقدار 1، ضاف السبعة وين؟ at index 0 وزاد السايز 1، الأفيل طلع 0، هاي ضفته at index 0 وزاد السايز 1. طبعا قبل ما أضيف بفحص هل هي فل أو لا، بعدين قلت له NQ 9، NQ 9 بده يحسب لي الأفيل. الأفيل اللي هو السايز القديم اللي هي 1 زائد front زائد 0، 1 زائد 0 1، 1 مد الأربعة 1، طلع الأفيل 1، يعني أنا بدي أضيف القيمة at index 1. هاي التسعة ضافة at index 1 وزاد السايز 1، وانتبهوا الفرونت ما تغير بالإنكيو، الفرونت بعده 0، الفرونت بعده 0، يعني أول قيمة موجودة at index 0، هاي السايز صار 2. طيب إجينا نضيف بدي احتفل لانه تغير الشكل، بس تلقائيا خلص احنا بدنا نحسب الافيل. هسه بدي احسب، بدي اعمل ان كيو 3، بدي احسب الافيل بناء على السايز والفرونت الحالي. 2 زائد 0 2، مد الاربعة 2، اذا انا بدي اضيف الثلاث ات اندكس 3 2، هاي ضفت للثلاث ات اندكس 2 وزدت السايز بمقدار 1، الفرونت ضل مكانه، صارت الكيو فيها 7 9 3، السايز 3 انه عدد القيم 3، الفرونت 0 بعدني اول قيمه موجوده at index 0. عملنا NQ 8، NQ 8 بدي احسب الافيل، الافيل 3 زائد 0 3 مد الاربعه 3، اذا بدي اضيف ال 8 at index 3، ضفنا ال 8 at index 3 وزدنا السايز 1، كان السايز 3 صار السايز 4،
وانتبهوا بكل الانكيو الفرونت بعده ما تغير، الفرونت صفر. طيب اجي قال لي فيرست، الفيرست شو بدي يعطيني؟ القيمه الموجوده باول الطابور بدون حذفها. شو اول قيمه موجوده وين؟ عند الفرونت. شو الفرونت؟ زيرو. اذا القيمه بدي يرجع لي اياها 7، بس يتاكد انها مش فاضيه، لانه اذا فاضي بيعطيني امتي ايرور. هي فاضيه؟ لا. اذا راح يعطيني اد الاندكس 0 الفرونت، اد ذا فرونت اللي هو الاندكس 0 راح يعطيني السبعه، راح يرجع لي السبعه، هاي ريتيرن 7. طب الكيو راح تتغير؟ لا، الكيو راح تظل زي ما هي، والسايز والفرونت زي ما هو. طيب دي كيو، دي كيو هسه بدي احذف القيمه، اي قيمه اللي باول الطابور الدي كيو بدي احذف القيمه اللي اد ذا فرونت. اول شيء بفحص هل هي فاضيه؟ لا مش فاضيه، اذا راح يحذف القيمه اللي اد ذا فرونت. قبل ما يحذفها قلنا باخذها بخزنها بالانسر، شفنا انسر يساوي سيلف دوت اندرسكور داتا سب سيلف دوت اندرسكور فرونت. اخذ القيمه اللي اتى فرونت حط خزنها بانسر اللي هي 7 عشان يعمل لها ارجاع، خزنها بانسر عشان يرجعها، رجع لي 7. بعدين شو عمل؟ مشى الفرونت ونقص السايز. راح يمشي الفرونت، الفرونت يساوي كيف مشاه؟ فرونت زائد 1 مد مد اللين 0 زائد 1 1 مد الأربعة 1. هاي الفرونت صار 1 أول قيمة at index 1، ونقصت السايز 1، كان السايز 4 صار السايز 3. شو القيم ظلت بالكيو؟ 9 3 8، أول قيمة انحذفت لأن عملت دي كيو. بديت عملت دي كيو كمان مرة، بدي يحذف القيمة اللي بأول الطابور. طب وين أول الطابور هسا؟ الفرونت 1. الفرونت شو هو؟ الفرونت 1، بدي يحذف add the front one. طيب قبل ما يحذف قلنا بيحتفظ بيها بانسر عشان يعمل لها ارجاع، التسعة رح يعمل لها ارجاع، احتفظ بيها متغير اسمه انسر القيمة 9 وبيعمل لها ارجاع. بعدين القيمة at index 1 رح يعملها none ويمشي الفرونت لقدام. مشي الفرونت كيف بيمشي؟ قلنا front زائد 1 1 زائد 1 2 مد الأربعة 2. هاي الفرونت صار 2 ونقص السايز 1، سايز كان 3 صار 2، صار عندي قيمتين، الفرونت صار at index 2، والقيم اللي ظلت بالكيو اللي هي 3 و8. طيب قال لي الفيرست، الفيرست بده يرجع لي القيم. اول شيء يفحص هل هي فاضيه؟ اذا فاضيه empty error، لا مش فاضيه، فيها عنصرين، اذا مش فاضيه. راح يرجع لي القيمه اللي at the front at the index 2 اللي هي 3 بدون ما يحذفها، بدون ما يتغير لا السايز ولا الفرونت، بتضل الكيو زي ما هي، بس بيوريني برجع لي القيمة اللي add the front. ان كيو 5 بدي اضيف هسه على الخمسة، شوفوا وين وصلنا، بدي اضيف الخمسة، وين بدي اضيفها؟ على النهاية. بدي احسب الافيل، شوفوا الافيل 2 زائد 2 السايز زائد الفرونت، 2 زائد 2 4، 4 مد الأربعة 0. شوفوا وين ضافت الخمسة؟ at index 0. وين ضفنا الخمسة؟ at index، ضفنا الخمسة at index 0 وزدت السايز 1، صار السايز كان 2 صار 3. شو القيم صارت بالكيو؟ 3 8 5، 5 صارت بآخر الكيو، لاحظ 3 8 5، السايز صار 3 الفرونت 2 بعده، الفرونت ما بتغير، كنا بعملية الكيو الفرونت بضل مكانه، بتغير الفرونت إذا عملت دي كيو. طيب جيت عملت دي كيو، دي كيو بدي أحذف أول قيمة اللي هي at the front، باخذها قلنا بحتفظ فيها بالانسر عشان اعمل لها ريتيرن، عشان اعمل لها ارجاع، رح ارجع 3. بعدين شو بعمل؟ at the index 2 الفرونت بعملها نن، بمشي الفرونت لقدام على قاعده فرونت زائد 1 مد الان، فرونت زائد 1 2 زائد 1 3، 3 مد 4 3، هاي الفرونت صار 3، الكيو ضل فيها 8 و5، حذفت الثلاث ضل فيها 8 و5، ونقصت السايز 1 صار السايز 2 انه فيها عنصرين. طيب لاحظ حكالي اذا الكيو فول قبل ما يعمل ان كيو، اذا فحص انها فول عدد السايز عدد القيم يساوي عدد المواقع المحجوزه، راح استدعي الريسايز. طب كيف بصير الريسايز بالكيو؟ احنا متذكرين الريسايز بالاري، عمل بيحجز array حجمها أكبر، كان بيحجز list حجمها ضعف الحجم المطلوب بالحجم المطلوب الجديد، بعدين بنسخ القيم القديمة على الجديدة، بعدين بسمي الـ array الجديدة كان يسميها بالاسم القديم.
مش كان يعمل، وهون رح يعمل نفس الاشي بس بده النسخ. ننتبه على عملية النسخ، عملية النسخ رح تكون ننتبه عليها، ما رح ينسخ، رح يصير الموقع وين ما كان الفرونت بعد ما انسخه رح احطه بالموقع زيرو بالكيو الجديدة. بالكيو الجديدة القيم رح انسخها ابتداء من الاندكس زيرو، يعني اول قيمة بالكيو القديمة وين ما كان الفرونت رح احطه at اندكس زيرو بالكيو الجديدة. بالكيو اللي حجزها اكبر رح احطه at اندكس زيرو. الموقع اللي وراه، العنصر اللي وراه at اندكس 1، اللي وراه at اندكس 2. هيك الكتاب، نوريكم بالكتاب. شوفوا الريسايز، لما يعمل ريسايز شو بيعمل الفرونت لو كان هون موجود، لما ينسخوا على الجديد ما راح يحطوا بنفس الاندكس، راح يحطوا ات اندكس 0. هاي الاف، الاف زائد 1 راح يحطوا ات اندكس 1، الاف زائد 2 ات اندكس 2. بعدين القيمه الاخيره بيعمل راب، بيرجع للعناصر وبنسخن بهاي الطريقه. يعني هي الفكره نفسها، هو بده يحجز ليست بحجم اكبر باسم جديد، بس نسخ القيم، عملية نسخ القيم بدها انتبه انه لما ينسخ القيم ببلش من عند الفرونت، بحطها at index 0 بالكيو الجديدة، وهكذا لحد ما ينسخ كل القيم. يعني بعد ما ينسخ القيم خلص الفرونت بتصير 0 بالكيو الجديدة، بعد ما يعمل resize الفرونت رح تصير 0 بال. لاحظ more care، هاي dynamic array، شرح شلون بالdynamic array. بحكي لنا more care is needed in the queue's resize. بالكيو resize بدنا ننتبه أكثر utility than we needed in the corresponding method of the dynamic، أكثر من الdynamic array. dynamic array كنت نسخن لأنه ما كان عندي wrapping circular، ممكن يكون البداية بأي موقع، لا بس بالcue ممكن البداية تكون بأي موقع، مش شرط بالبداية لأنه وعندي wrapping إنه القيم بس تصل للنهاية برجع للبداية مرة ثانية أخزن فيها. After creating a temporary reference to the old list of values، أحد شو راح يعمل؟ القديمة راح يسمي يعطيها ريفرنس جديد، ولما ينشئ واحدة جديدة راح يسميها باسم القديمة مباشرة. شو راح يعمل؟ القديمة راح يسميها old، بعدين ينشئ واحدة جديدة بالاسم نفسه اللي هو data بحجم أكبر، بعدين القيم اللي بالold راح ينسخها للdata، راح ينسخها للdata. لاحظ we allocate a new list، أول إشي بعطي reference جديد للقديمة اسمه old، بعدين we allocate a new list that is twice the size and copy references from the old list to the new list. بنشئ list جديدة بضعف السعة، بعدين بنسخ القيم من القديمة من old list للlist الجديدة. while transferring the contents we intentionally realign the front of the queue with index 0 in the new array. بحكي لنا بس بشكل مقصود بعد ما انسخ القيم الفرونت بالاندكس الجديد رح تصير at index 0. طب عشان يحقق هاي شو عمل؟ نشوف الكود بالريسايز، شوف الكود للريسايز، شوفوا كيف رسم. عمل الاول سمى السيلف دوت اندرسكور داتا، عمل لها ريفرنس اسمه اول. شوفوا الريسايز، عمل ريفرنس اسمه اول للسيلف دوت اندرسكور داتا، سماها اول. هي مباشرة اعطاها اسم جديد، وراح الداتا نفسها بالدايناميك اري اذا بتنتبهوا انه ما سماها اسم جديد، خلاها ايه، بعدين اذا بتتذكروا اندرسكور ايه، لما انشأ اري جديد سماها بي، بعدين نسخ ايه لبي ورجع سمى A B، سمى البي سماها A. متذكرينها الخطوات كانت؟ طيب هسا لا، هون مباشرة أعطى السيلف دوت أندرسكور داتا أعطاها الاسم old، أعطاها ريفرنس جديد اسمه old، واسم هاد سيلف دوت أندرسكور داتا أخده وعمله ريفرنس على ليست جديدة اللي هي قيمها نان ضرب الكباسيتي، الكباسيتي الجديدة اللي هي راح تكون ضعف السعة. بعدين هسا بده يعمل خطوة نسخ القيم، هذا كله خطوة نسخ القيم. شو عمل؟ عمل لي walk يساوي self dot underscore front. بلش بالold القديمة، حط مؤشر اسمه walk، يبلش من الفرونت
من قيمة الفرونت اللي كانت بالقديمة، لأنه الفرونت مش شرط يكون at index zero. وعمل دوران 4K الرينج of self dot underscore size، عمل دوران بعدد القيم، سمى العداد الدوران K 4K الرينج of self dot underscore size. لاحظ شو صار يعمل self dot underscore data، وانتبهوا الداتا هسا اسم للجديدة مش للقديمة، القديمة اسمها old. self dot underscore data sub K، انتبهوا K تبلش من زيرة، تساوي old sub walk، والwalk اللي هو ببلش من الفرونت. الk هو تلقائيا رح يتعدل من خلال الرينج فانكشن، لازم اعدل الwalk. الwalk يساوي 1 زائد walk زائد 1 مد لين اوف اولد. لاحظ كيف عدل الwalk؟ 1 زائد walk الكل مد لين اوف اولد. بس خلص عملية النسخ راح الفرونت الجديدة سيلف دوت اندرسكور فرونت تساوي 0. عدل الفرونت انها صارت 0 لانه نسخ القيم، بحيث انه اول قيمة تكون at index 0 بالكيو الجديدة بعد ما عمل لها ريسايز. نشوف هون انا حاط مثال، هاي مثال مثلا، هاي عندي الكيو الداتا فيها 5 قيم، الكيو هاي فيها 5 قيم، وقديش سعتها؟ كمان 5 فيها وقال لي الفرونت 2 والسايز 5، وهي هاي هم بين قدامي سعتها 5. الفرونت 2 يعني لو قلت لك شو ترتيب الكيو بتقول لي 33 3 23 99 88. شو ترتيب القيم بالكيو؟ شو الكيو راح تكون؟ 33 لانه ببلش من الفرونت، اول قيمه 33 بعدين 3 23 وبرجع 99 88 بقيمة 5، باخذ 5 يعني لو في لو سعتها 10 باخذ بس 5 انا. هذول طلعن هيها. هل كيو جيت اعمل ان كيو؟ ان كيو 55، بدي اضيف ال 55 اجي افحص هل هي فل؟ هاي فل. السايز ايكوال اللين، هل لين هاي اللين للليست لين اوف ديتا قديش راح يكون؟ 5، والسايز 5، السايز ايكوال اللين، اذا فل ما فيش مجال اضيف. طب عشان اضيف شو لازم اعمل؟ لازم اعمل ريسايز. شو لازم اعمل؟ لازم اعمل ريسايز. طب بدي اعمل ريسايز شو عمل؟ احتفظ، حكينا سمى الليست الجديد القديمه اولد، شو بيعمل بالكود؟ شو عمل؟ سمى الليست القديمه، هاي الليست القديمه سماها اولد. شو سماها؟ قال لي الاي اولد يساوي سيلف دوت اندرسكور ديتا، هاي اول خطوه. هاي عندي الليست القديمة سماها old، وبعده الفرونت فيها 2 والسايز 5، وبلش شو يعمل؟ وحجز واحدة جديدة اسمها self.underscore_data بضعف السعة، يعني هاي سعتها 5 رح يكون السعة الجديدة 10، صح؟ بضعف الكباسيتي. هاي حجز واحدة جديدة سماها data. هسا ضل خطوة بدي ينسخ من الold للجديد اللي هي الداتا. شو عمل؟ عمل walk. الwalk بلش من عند الفرونت، صح؟ عشان ينسخ الخطوة الثانية القديمة سماها old، بعدين استخدم الاسم data أنشأ list جديدة بحجم الكباسيتي الجديد، بعدين بلش الwalk من عند الفرونت، وبلش بدي يعمل هذا الدوران 4K range of self dot underscore size. نشوف الwalk 2 الk بلش من صفر، رح يكون من صفر لعند السايز، السايز القديم اللي هو 5 من صفر لأربعة، رح يعطيني من صفر لأربعة. بلش الكي أول قيمة زيرو، أخذ القيمة زيرو أسندها للكي، والفرونت 2 أجي قال لي سيلف دوت أندرسكور داتا سب زيرو تساوي الأولد سب 2. شوفوا سيلف دوت أندرسكور داتا سب زيرو يساوي الأولد سب 2 اللي هي 33، هاي أول قيمة صارت at index zero. بعدين الكي الwalk داخل اللوب راح يمشي الwalk، راح داخل اللوب مشى الwalk. الwalk يساوي walk زائد 1 مد اللين اوف اول، walk زائد 1 مد اللين اوف اول، walk زائد 1 2 زائد 1 3، 3 مد ال 5
إذا الاثنين الووك بطلت اثنين صارت إيش؟ صارت ثلاث. وبالايتريشن بلش ايتريشن جديد الكي رح يأخذ واحد بعدين رح يرجع. data sub k اللي هي sub واحد تساوي all sub walk all sub 3 data sub 1 هيك بحكي لنا data sub k يساوي all sub walk مش هيك بتحكي هي self dot underscore data sub k يساوي all sub walk data sub 1 هاي الwalk اللي هي sub 3 اللي هي طلعت 3 هنا سخها كعنصر ثاني بعدين بدي مشي الووك، الووك 3 زائد 1 مد الخمسة، 4 مد الخمسة 4. والكيبل ايتريشن الجديد رح ياخذ القيمة 2. الووك هسا سيلف دوت اندرسكور داتا سب كي اللي هي سب 2 يساوي الاول الاول سب ووك سب سب 4 اللي هي 23. بعدين الووك انتبهوا رح يعدل الووك، الووك 4 زائد 1 مد الخمسة. خمسة مد الخمسة صفر شو صار؟ صفر والكي شو صار؟ ثلاث أخذ قيمة من الرينج الرينج للن القديمة رح يكون لنها خمسة رح يكون 0 1 2 3 4 بأخذ كل دورة واحد هسا data sub k اللي هي sub 3 تساوي all sub 0 sub الwalk اللي هي 99 بعدين بعد ما نسخ بدي عيد للwalk walk زائد واحد مد اللن of all صفر زائد واحد 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 مد الخمسة واحد شوفوا واحد الكي أخذ آخر قيمة اللي هي أربعة هسا سيلف underscore data sub أربعة تساوي الأولد sub one اللي هي 88 شوفوا كيف تعدلت بعد ما غير بعد ما نسخ القيم عمل الفرونت بالجديد الصفر الفرونت للجديد الصفر وضاف القيمة الجديدة حسب رح يضيف القيمة الجديدة الأفيل الأفيل يساوي هاي السايز حاليا خمسة زائد الفرونت خمسة زائد الفرونت خمسة زائد صفر خمسة خمسة مد العشرة خمسة إذا الأفيل خمسة رح يضيف فيها القيمة الجديدة اللي هي 55 ويزيد السايز واحد بصير ستة السايز واحد صار ستة شفنا كيف ضاف بحالة إنها كانت فل فل رح أول شيء يعمل ريسايز بعد ما يعمل ريسايز بيعمل عملية الإضافة بحسب الأفيل بيعمل الخطوات بحسب الأفيل الفرونت بيكون زيرو زائد السايز مد الآن اتفقنا؟ نعم يا أسامة أوكي دكتور عندي اقتراح هسا مش الووك بيستعمل نفس مبدأ الدي كيو صح؟ نعم نفس مبدأ الدي كيو صح؟ كيف يعني؟ يعني هو بياخذ من عند الفورد فهو بيرتبهم يعني كل مره بيستدعي الفورد صح؟ اه شو بدك تعمل؟ يعني بدل ما اعمل مثلا الورك زي هيك الورك مثلا استدعي مثلا فانكشن الدي كيو وبخزنه بالكيس باللست الجديده صح؟ مزبوط؟ احنا خلص صارت اول هاي بطل اسمها داتا صار اسمها اول لا قصدي انا شو اسمه السيلف داتا يعني بالجديده بالست الجديده هسا انت لو استدعيت الدي كيو الدي كيو راح يشتغل على الداتا وانا سميت داتا القيم خزنتها بأول ممكن تعمل طريقه ثانيه ممكن يعني مش انه لازم هاي الطريقه بس هاي الطريقه افضل شيء ممكن تعمل طريقة ثانية إنه زي ما كنا بالزمان مش مباشرة سميها old ممكن تخليها اسمها data والجديد تسميها مثلاً new الجديد تسميها new بضعف السعة وتصير تعمل زي ما بتحكي إنك تحذف من القديمة dq وتعمل لها nq على الجديدة تعمل لها nq على الجديدة بصير تعمل لها nq على الجديدة بس الجديدة لاحظ بعدها مش 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 معرفة على إنها على انها كيو هاي لست عادية هاي معمولة أيوة. لست عادية لهيك ما بقدر اعمل هذا الاشي عرفنا لانها مش اوبجكت من نوع كيو لو انها اوبجكت من نوع كيو بقدر احذف من القديمة واعمل ان كيو بالجديدة دي كيو ان كيو بصير بس هي هاي لست بعدها لست عادية عشان اطبق مبدأ الريسايز بدي تلتزموا بنفس هاي الخطوات
هو بصير كفكرة اللي انت بتفكر فيها صح، بس هاي ما هي ليست عادية مش كيو، عرفنا؟ تمام شكرا. طيب هاي الخطوات هاي حكى لي عنها، create a temporary reference to the old list. هنا لا مباشرة سمى القديمة old والجديدة سماها data. بالأرية ده بتتذكروا لا سمى الجديدة بي وخلى اسم القديمة A نفس الاسم. بعد ما نسخ القيم راح سمى البي سماها A. لا هون لا، القديمة سماها old، القديمة سماها old والجديدة سماها الاسم المستخدم اللي هو data. بعدين نسخ عمل walk ونسخ القيم من الاولد للديتا، بس لاحظ كيف نسخ؟ نسخ مبلش من الفرونت. الووك مشاني على القيم بالترتيب حسب الاولد، يبقى من الفرونت لاخر قيمه. هذا الووك ساعدني، بلش من الفرونت وظل يقول لي ووك زائد واحد مد اللين اوف اولد، مد اللين اوف اولد عشان يعمل رابنج. بس يخلص القيم للاخر يرجع للبدايه. نسخن بس بالديتا نفسها، نسخن ابتداء من الاندكس 0 لعند اخر قيمه. لهيك بعد ما كملنا الفرونت عملته سيلف دوت اندرسكور فرونت يساوي 0. هاي realign the front of the queue with index 0 in the new array. بعد ما تكمل بنحكي له انه الفرونت الجديده صارت صفر. بعدين بقدر اضيف القيم زي ما بدي، بقدر اضيف مش قيمه، بقدر اضيف مجموعه قيم قبل ما ارجع ارد اعمل، اضطر اعمل resize. هاي وراني هون، ايوه شارح لك بالسلايد كيف الخطوات خطوه خطوه. وأنا وريت لك إياها على مثال هون موجود نفس الطريقة نفس الخطوات. بلش لي فيها هاي مثلا، هاي كانت فول، أجب وسع الجديد القديم سماها all، الجديد سماها data self dot underscore data. بعدين بلش من عند الwalk، الwalk يساوي 3 يساوي الفرونت يساوي 3، وبلش data sub 0، data sub 0 يساوي walk sub 3، walk sub old sub 3 old sub 3 هي تساوي old sub 3. خزن فيها الاي، بعدين حسب الووك عدل الووك، 3 زائد 1 مد 7 صار الووك 4. المره الجايه داتا sub 1 يساوي old sub 4، بعدين عدل الووك اللي هو 4 زائد 1 مد 7، مد 7 اللي هو مد الحجم القديمه الاول لين اوف اولد، مش اللين اوف الداتا، لا اللين اوف اولد مد السبعه اللي هي 5. بعدين الجديده داتا سب 2 تساوي اولد سب 5، بحدد الووك يساوي 5 زائد 1 مد السبعه طلع 6. المره الجايه راح يقول لي داتا سب 3 يساوي اولد سب 6. بعدين وصل للسته، الووك 6 زائد 1 مد السبعه، 7 مد السبعه 0، بعد السته راح يرسخ من الاندكس 0. راح تكون data sub 4 يساوي old sub 0، data sub 4 يساوي old sub 0. بعدين بيحسب الwalk 0 زائد 1 مد 7 1. المرة الجاي data sub 5 تساوي old sub 1، اللي وراها الwalk راح يكون 1 زائد 1 مد 7 راح يطلع 2. data sub 6 تساوي old sub 2، ولو جينا نضيف القيمة الافير راح يطلع 7. الافير اللي هو السايز اللي هو 6، السايز 7، هاي سبع قيم، زائد الفرونت راح يكون 0، 7 زائد 0 0، مد اللين للديتا هاي مد ال 14 راح يكون 7 الأبيل. يعني لو ضيفنا قيمه هسه راح تنضاف at index 7، لو جينا عملنا ان كيو بنضيف at index 7. هاي عمل ان كيو كمان مره ورانا عشان تكون كل الفكره واضحه. ان كيو اوف 7 كانت الكيو فول، هاي هالكيو فول، فحص هل هي فل؟ اه. الفرونت 3 والسايز 5 وهي طولها 5 والكباسيتي 5، عدد مواقعها 5، اذا هاي فل. ما بقدر يضيف غير تيعمل ريسايز. بس يعمل ريسايز، لاحظوا القيم الموجوده 9 13، لو قلت لك شو القيم اللي بالكيو بناء على الفرونت 9 13، باخذ بمقدار السايز، بلشت من الفرونت 9 13 8 14 10، هاي ترتيب القيم بالكيو. طيب يجينا بدي اعمل ريسايز، ريسايز بالكيو الجديد راح ينشئ كيو مكونه من 10 مواقع وينسخن بالترتيب ابتداء من الاندكس 0 9 13 8 14 10، حطن بالكيو الجديد بالترتيبهن بترتيبهن، واول قيمه ظهرت ات اندكس 0. الفرونت الجديده صارت 0 والسايز بعدها 5. بدي اضيف السبعه، بدي احسب الافيل، 0 زائد 5
بعدها السايز 5 قبل ما أضيف، هسا بدي أضيف كبستي صارت 10، 0 زائد 5 5، 5 مد العشرة 5، إذا الأفيل 5، بضيف السبعة at index 5 وبزيد السايز 1 بصير 6. بعديها جيت قلت له in Q3 رح أعمل resize؟ لا، لأنه في مجال، لأن أنا ضفت قيم كثير صار في عندي مجال للإضافة، وسعت ما زدت، ضعفت الحجم. طيب هسا بدي أحسب الأفيل عشان يعمل in Q، هل هي full عشان أعمل resize؟ لا مش full، هاي رح أحسب الأفيل. الأفيل 6 زائد 0، 6 زائد 0، الفرونت زائد السايز، مش حسبنا الأفيل، الفرونت زائد السايز مود اللين اوف اللي هي لين اوف داتا اللي هي الكاباسيتي. طيب 0 زائد 6 6، 6 مود العشرة 6، إذا الثلاث رح تدخل ات اندكس 6، هاي الثلاث دخلت ات اندكس 6 وزدت السايز 1 صار عندي 7 قيم، والكيو شو صار فيها؟ 9 13 8 14 10 7 13. طبعا اكيد الفرونت مش راح يضل زيرو، ببلش اعمل دي كيو الفرونت بتغير، لما ببلش اعمل دي كيو الفرونت بتغير، صح ولا لا؟ طيب عملنا دي كيو، طلب يعمل دي كيو، هل هي فاضيه؟ اذا فاضيه ريز انت ايرور، هي مش فاضيه، اذا راح يحذف الاول قيمه ات ذا فرونت. كنا عشان يحذف اللي ات ذا فرونت شو بيعمل؟ باخذها بحتفظ فيها بانسر عشان يعمل لها ارجاع اللي هي التسعة لأد ذا فرونت. الفرونت شو هو حاليا قبل ما يحذف؟ زيرو. احتفظ بالتسعة بانسر، بعدين القيمة أد ذا فرونت زيرو عملها نن، بعدين مشى الفرونت خطوة لقدام. كيف بمشي الفرونت؟ شو القاعدة؟ فرونت زائد واحد مد اللين مد الكباسيتي. لو أعطيتك كباسيتي بتقول لي كباسيتي، لو أعطيتك اللين لين اوف ديتا اللي هي 10، فرونت زائد واحد، صفر زائد واحد واحد، واحد مد العشرة واحد، الفرونت الجديدة صارت واحد وبنقص السايز واحد لاني حذفت القيم اللي باول الطابور، كان سبع قيم صار ستة، سايز يساوي ستة والقيم اللي ظلت 13 8 14 10 7 3. مين اللي انحذفت؟ اللي باول الطابور، وبعمل لها ارجاع. شو بعمل لها؟ ارجاع. طيب analyzing the array based queue implementation، لو انتبهنا على الاوبريشنز الان كيو، الان كيو لو بديش اعمل ريسايز شو كانت؟ اضيف القيمه اد افيل، بحسب الافيل اللي هو الفرونت زائد السايز، الكل مود فرونت زائد السايز مود اللين اوف داتا، صح؟ هاي بدها واحد. بعدين باجي بقول له سيلف دوت اندر سكور داتا سب افيل يساوي اي، هاي واحد كمان خطوه واحد، بدسنت قيمه لموقع داخلها للليست، بعدين السيد السايز واحد، هاي ثلاث خطوات، اذا واحد واحد واحد، اذا او 1. طب ليش قال لي ستار؟ لانه انا بمراحل معينه بعمل ريسايز، بس احنا قاعدين نعمل ريسايز دبلينج. الدبلينج ما راح ياثر بالاري بالدايناميك اري، متذكرين عملنا تحليل شفنا انها بالنهايه بتطلع او 1، الان من عمليات الابن طلعت 3 ان، صح؟ اذا او ان، او ان هاي لان من عمليات الابن، اذا عمليه ابن وحده كانت او 1، إذا كذلك عملية إن كيو راح تطلع أو 1. ليش بحط الستار؟ لأنها فيها ريسايز، لأنه في لحظة إحنا بنعمل أمورتايزد أناليسيس، أني عامل أمورتايزد أناليسيس هيك بحط أستار. انتبهنا؟ الدي كيو، كيو دوت دي كيو، شفنا الأوبريشن، هل هي فاضية؟ إذا فاضية ريز إمتي إيرور، إذا مش فاضية خذ القيمة اللي بالفرونت حطها بالأنسر، آت إندكس فرونت حطها بالأنسر، بعدين اللي آت ذا فرونت اعملها نان، بعدين الفرونت مشيها فرونت زائد واحد، كلها واحد واحد واحد. اصلا كودي ما فيش حتى امورتايز بالدي كيو، لان انا مش عامل، بس بحكي لك بشكل عام انه ممكن نعمل شرينكينج، ممكن نعمل تقليص، هيك حط الستار. بالحذف ممكن نعمل تقليص، بالان كيو ممكن تعمل ريسايز، هيك بحط لي الستار، بس احنا حتى ما بكودنا ما عملنا، يعني كودنا فعليا هو او 1، لان انا مش قاعد بعمل ما بعمل ريسايز تقليص بالدي كيو. بعد مرحله معينه بفحص السايز مع الكباسيتي، إذا عدد القيم الموجودة مع السعة قليل كثير ممكن أعمل تقليص للحجم المحجوز، أحجز كيو حجمها أصغر، وممكن أعمل تقليص، بس إحنا مش عاملين بكودنا، بس هو حاكي لي O one of star لأني ممكن أعمل تقليص، ممكن أعمل resize تقليص بالحذف مش توسيع، تقليص. كيو دوت first بس بعطيني اللي بأول الطابور إذا كانت مش فاضي، وإذا فاضي raise empty error، لا فيها توسيع ولا فيها تقليص O one، ولا فيها loop ولا فيها إشي، صح؟ q dot is empty O1 لين اوف كيو، كمان لين اوف كيو بعطيني قيمة السايز،
كمان او 1. الامتي بفحص هل السايز صفر؟ بعطيني او 1. لو قلت لك الريسايز نفسه، الريسايز فانكشن نفسه باخذ اول ان اللي هو عدد القيم الموجوده، لان بدنا نسخن الريسايز. بس هو ليش ما بياثر على الان كيو؟ لانه انا بحسب الافرج، الافرج لمعدل مجموعه قيم. لو ممكن ان كيو وحده تاخذ فتره طويله، بس اللي فيها الريسايز بتاخذ وقت. بس في عندي بتبعها مجموعه من الان كيوز ما بتاخذش وقت، لان بديش اعمل فيها ريسايز. الافرج لها كانت او 1. الافرج performance on of an array based implementation of a queue, the bounds of for a queue in queue and the queue are amortized due to the resizing of the array. ليش بحكي الستار بالان كيو والدي كيو؟ لانه ممكن اعمل amortized due to the resizing of the array. The space usage, المساحه التخزينيه المستخدمه هي تقريبا all n, where n is the current number of elements in the queue. المساحة المستخدمة هي N، وN بتمثل عدد القيم اللي موجودة تقريباً، تقريباً عدد القيم الموجودة بالكيو. المرة الجاية إن شاء الله منكمل. يعطيكم العافية اليوم، ما ضلش وقت ناخذ حضور وغياب. يعطيكم العافية.